الهدف الهداية، التقوى، الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن الآثام، التوبة لما مضى من الإنسان من أخطاء. أهم مزايا هذا الشهر، شهر رمضان، أنه شهر يؤدى فيه أحد أركان الإسلام، ألا وهو صيام شهر رمضان، ركن من أركان الإسلام. هذه مزية واضحة بارزة تؤكد على الإنسان أن يفهم لماذا يصوم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الهدف الهداية، التقوى، الابتعاد عن المعاصي، الابتعاد عن الآثام، التوبة لما مضى من الإنسان من أخطاء. طبعاً هذه مزية واضحة في هذا الشهر المبارك.